الأرصاد والهيئة العامة للأرصاد الجوية اتكلمت على أنه آخر صور للأقمار الصناعية أشارت لأجواء شتوية بامتياز. يمكن بدأنا النهاردة لأول مرة يعني نحس شوية بلسعة البرد. في كمان في الإسكندرية طقس شتوي ممطر بسبب نوة الكرم، وهي اسمها نوة الكرم لأنها كريمة في أمطارها. بس خلونا نعرف التفاصيل أكتر من الدكتورة إيمان شاكر، وكيلة مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتورة إيمان أهلا بحضرتك. ويمكن طول الوقت بنتكلم على انه خلاص الشتاء وده اقصى شتاء واقصى اجواء هتمر علينا، ولكن يعني الحمد لله مر بسلام ولا ايه؟ اهلا بحضرتك استاذه ساره. اه طبعا الحمد لله، يعني يمكن حتى الاسبوع الماضي كانت الاجواء اكثر من دافئه ورائعه جدا، والشتاء كان مستقر جدا الحمد لله. لكن بدايه من نهايه هذا الاسبوع بدانا نشهد بعض الانخفاضات في درجات الحراره، وبعض طبعا سقوط الامطار على مناطق مختلفه من الجمهوريه، وبعض التقلبات الجويه منها اضطراب الملاحه البحريه ونشاط الرياح اللي كان مثير للاتربه على بعض المناطق. طبعا اليوم شهدت العديد من المناطق سقوط امطار كانت متفاوته الشده ما بين متوسطه وغزيره على السواحل الشماليه، مطروح، اسكندريه، البحيره، كفر الشيخ، امتدت لدمياط، بورسعيد. بالنسبه لمحافظات الوجه البحري ايضا شهدت امطار اقل حده من السواحل الشماليه، وحاليا القاهره بتشهد امطار يعني ما بين خفيفه لمتوسطه على مناطق متفرقه من القاهره والجيزه والقليوبيه. يمكن هذا الطقس المتقلب مع طبعا انخفاض درجات الحراره اللي كلنا شاعرين بيها اليوم ده مستمر معانا حتى منتصف الاسبوع القادم. هيكون مستمر معانا الامطار على السواحل الشماليه، على الوجه البحري، مناطق من القاهره الكبرى ايضا هتكون متاثره بالامطار مع نشاط للرياح، ونشاط الرياح دايما بيزود الاحساس ببروده الطقس طبعا سواء اثناء النهار او اثناء الليل. فاثناء النهار الطقس بيكون مائل للبروده، واثناء الليل الطقس بيكون شديد البروده. فمهم جدا ان احنا ناخد بالنا وناخد احتياطاتنا، ولازم طبعا ارتداء الملابس الشتويه الثقيله. وطبعا في بعض التساقط للصقيع بيكون على المزروعات في منطقه وسط سينا ومحافظه الوادي الجديد نتيجه لانخفاض درجه الحراره لحوالي من درجتين الى 3 درجات درجه الحراره الصغرى، فده بيؤدي لتساقط الصقيع على المزروعات. اما بالنسبه طبعا درجه الحراره الصغرى على المناطق الشماليه فهتتراوح من 11 ل 12 درجه، لكن مع نشاط الرياح هنشعر بان طقس شديد البروده اثناء فترات الليل. بشكرك دكتور أيمن شاكر، وكيلة مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد. دكتور إيمان شاكر، أنا آسفة، دكتور إيمان شاكر وكيلة مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.